اهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم همزه وصل. على مدار الساعه تقريبا نتناول احدى القضايا المطروحه على الساحه المحليه او الساحه الاقليميه او ربما ايضا الساحه الدوليه والتي تشغل الراي العام. نتناول هذه القضيه بطرح وجهات النظر، طرح العديد من التساؤلات، نتشاور، نتبادل الاراء واياكم والمتخصصين والمسؤولين، ربما نصل جميعا الى وجهه تكون حلا ايجابيا لهذه القضيه او ربما تكون اتفاقا على اتخاذ سبل معينه للوصول الى حلول جذريه في هذه القضيه. قضيتنا اليوم وموضوع حلقة اليوم هي المستشفيات وكيفية تطوير هذه المستشفيات والوصول بأرقى درجة من الخدمات الطبية وتقديمها للمواطنين. تواصلكم معنا يمكن عبر سبل كثيرة ومتعددة من خلال بعض المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا من خلال الهاتف سواء الأرضي أو المحمول. أراؤكم تهمنا بكل تأكيد، نطرحها على المسؤولين، نطرحها على المتخصصين كما ذكرت. معنا الأرقام 1451 ومعنا 0994-91. هذه الأرقام يمكنكم التواصل من خلالها. معنا أيضا بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تصلنا من خلالها آراءكم، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستجرام. هذه الآراء تهمنا كثيرا، هي منكم وإليكم، هي منكم وإلى المتخصصين والمسؤولين، لعلها تجد سبيلا إلى، إذا كانت هناك مشكلات تجد سبيلا إلى الحل. كما ذكرت في بداية حديثي أن موضوع حلقة اليوم هو كيفية تطوير الخدمة بالمستشفيات الحكومية، والسؤال يكون كيف يمكن تطوير منظومة الأداء في المستشفيات والتغلب على الصعوبات التي تواجهها. هذا الموضوع يشغل الرأي العام الداخلي. هذه القضية تشهد معوقات كثيرة، تسعى الحكومة في إيجاد العديد من الحلول. هناك أيضا مقترحات من حضراتكم لأنكم تمارسون هذه الحياة وهذه تواجهون هذه العقبات على أرض الواقع. سنستعرض كل هذا على مدار الساعة تقريبا، ولكن بداية المشاهدين دعونا نستعرض التقرير التالي ثم نبدأ حلقة اليوم، فابقوا معنا. في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، يتم حاليا وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية والعمل على تجديدها. محافظة القاهرة من جانبها أكدت حرصها على دعم وتطوير وتحديث منظومة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة وذات الجودة لكافة مواطني العاصمة، وخاصة من فئة الفقراء ومحدود الدخل والأكثر احتياجا، من خلال انتهاج استراتيجية وخطة مرحلية لتطوير جميع المستشفيات الحكومية المنتشرة بكافة أحياء القاهرة، وكذلك التوسع في إقامة مستشفيات عامة حكومية جديدة في المواقع المختلفة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه بدأ بالفعل إخضاع عدد من المستشفيات الحكومية التي تخدم صحيا قطاعا كبيرا من المواطنين لإعمال مشروعات التطوير طبقا للخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2015-2016 سواء مركزيا أو محليا. وجه المحافظ تعليماته لإدارة الشؤون الصحية بالقاهرة تتضمن سرعة استكمال أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها عدد من المستشفيات التي تتطلب رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تشمل تجديد البنية التحتية والمباني الإنشائية وصيانتها دوريا في بعض المستشفيات، وكذلك تزويدها بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية الضرورية بجميع الأقسام والعيادات والطوارئ، مع متابعة توفير كافة القوى البشرية والأطباء المدربة بجميع التخصصات والتشديد على النظافة العامة داخل وخارج المستشفيات بهدف تقديم أفضل خدمة صحية ورعاية طبية للمواطنين والتي كفلها لهم الدستور. مشاهدينا تابعنا معا من خلال التقرير الذي استعرضناه الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحاولة الرقي
بالخدمات في مختلف المستشفيات الحكومية. دعونا الآن نتعرف على أهم آرائكم ومقترحاتكم للتطوير والرقي بمنظومة الصحة في مصر بشكل عام، ونذهب إلى الزميلة آلاء حامد. مساء الخير آلاء، لعلك تطلعين على بعض أهم الآراء التي وصلت. مساء الخير محمد، واهلا بكم مشاهدينا. زياده ميزانيه المستشفيات بما في ذلك ايضا دخل الاطباء وجميع العاملين في مجال الصحه، وايضا تشديد الرقابه وتطبيق قوانين صارمه تجاه الاهمال والتقصير، هذه من ابرز الاسباب التي يراها مشاهدونا ربما تؤثر بشكل كبير لتحسين منظومه الصحه في مصر. تفاصيل هذه الاراء التي وردت الينا حتى الان نتعرف عليها معكم، ونبدا مع احمد الناظر يقول: أولا، لتحسين منظومة الصحة يجب إعطاء الطبيب حقه ماديا. ثانيا، توفير الأجهزة والأدوات اللازمة التي تساعده على أداء عمله. ثالثا، توفير الأدوية في المستشفيات وحضور الأطباء في المواعيد الرسمية، وأيضا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويكون بمنشور داخل المستشفى يراه المواطن. أحمد أبو العلا يطالب مجددا الحكومة المصرية الاعتناء والاهتمام بمشكلة المستشفيات في مصر وتوفير الآليات والتقنيات الطبية الحديثة والتدريب المستمر للأطباء والممرضين داخل المستشفيات، وحثهم على الاعتناء الجاد ومراعاة المرضى وتقديم الخدمات المطلوبة. إسلام النجار يقول: بداية تطوير منظومة العمل داخل المستشفيات توقف على تنفيذ القوانين بكل حزم على كل من يخالف أو يتسبب في إهمال داخل المستشفى، بالإضافة إلى مراجعة الأجهزة الطبية كافة وعدم توقيف أي أجهزة يحتاج إليها المرضى. أيضا يجب إدخال التقنيات الحديثة في الأجهزة الطبية. مصطفى محمود يقول: الثواب والعقاب، لازم كل من يعمل في المجال الصحي يكون له عقاب إذا أخطأ، وبالطبع ثواب إذا أحسن. وهو يطالب العاملين في مجال الصحة تحديدا بأن يتحلوا بالابتسامة في وجه المرضى، لأن المريض يكون أشد الحاجة للمعاملة الطيبة. إذن محمد، كانت هذه أول مجموعة من مشاركات مشاهدينا حول موضوع الحلقة. ما زلنا بالطبع ننتظر المزيد عبر صفحة البرنامج لنستعرض المزيد من الآراء معكم، ولكن الآن آراء الخبراء والمتخصصين مع محمد سليمان. إليك محمد. زميلة آلاء حامد، أشكر شكرا جزيلا، وأشكر مشاهدينا ومشاركينا بهذه الآراء التي أثرت الحلقة وهذه المقترحات الهامة التي من ثم سنعرضها على المتخصصين والمسؤولين. وجاء الآن دور المشاركة عبر الهاتف والتواصل مع المواطنين والمتخصصين أيضا للتعرف على أهم المشكلات وأهم الخطوات التي تتخذ على أرض الواقع لتطوير منظومة العمل في مستشفيات الحكومية بداية ثم المستشفيات الخاصة. معنا على الهاتف سيكون أستاذ محمد محسن، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ومعنا أيضا الدكتور أحمد عماد، عميد طب جامعة عين شمس سابقا، وسيكون معنا الأستاذ حمدي رمضان، مواطن. ولنبدأ بالمواطن نتعرف على أهم المشكلات. يعني أستاذ حمدي، بعد التحية، لعلك متابع لحلقة اليوم، وهي ما هي الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تطوير منظومة العمل في المستشفيات الحكومية، وهل لديك مشكلة ما قد واجهتها في إحدى المستشفيات؟ تحية لسعادتك ولكافة المشاهدين. الحقيقة أنا عايز أنطلق من تطوير العمل بالمستشفيات من سؤال مهم جدا، هو متى يحتاج المواطن للخدمة الصحية؟ الإجابة 24 ساعة في اليوم. لو سعادتك رحت لأي مستشفى الآن ستكون الخدمة محدودة نظرا لمحدودية مواعيد العمل. فكرتي أنه يجب إعادة تنظيم العمل في المستشفيات بحيث يكون العمل على مدار 24 ساعة. والاستقبال يا أستاذ حمدي، والاستقبال مفتوح. هل في يعني احنا عارفين ان معظم المستشفيات الحكوميه الاستقبال مفتوح فيها على مدار الساعه تقريبا، لكنه محدود الامكانيات والعدد والاطباء صغار السن قليل الخبره. انا قصدي نحول المستشفيات الى نظام العمل في اي مكان اخر، 24 ساعه كل الدكاتره، مواعيد العمل مقسمه على مدار 24 ساعه مقابل اجور اقتصاديه معقوله. ما المانع ان انا اروح اكشف في المستشفى ب 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه في اي وقت؟ تمام. ودكاتره كبار موجودين في اي وقت، وخدمات صحيه متاحه في اي وقت. نعم. إذن أنت تقصد ان تستمر منظومه العمل في المستشفى كامله على مدار ال 24 ساعه كامله، وكان المستشفى لا تتوقف سواء ليلا نهارا في اي ظرف من الظروف. هل من مشكلات بالفعل قابلتك، او هل لديك مقترحات اخرى؟
تمام. انا رحت في يوم من الايام معهد ناصر بوالدتي ما لقيتش ما كانش في امكانيه ادخلها حتى، لانه الاستقبال مليان حتى الكراسي حتى الاسره بتاعه الاستقبال. ايه الحل؟ ان المستشفيات الاخرى تعمل بنفس الكفاءه اللي موجوده في معهد ناصر. ازاي؟ انه الاطباء بيروحوا يشتغلوا من 8 ل 3 وشكرا، لا انا هشغلهم باجور اقتصاديه معقوله وهشغل المستشفى باجور، وبدل ما بيخرج الصبح يشتغل الصبح ويرجع لعيادته اخر النهار هيبقى عنده عياده وعنده مستشفى. فاهم حضرتك الفكره بتاعتك؟ تمام. هل من مشكلات واجهتها داخل احدى المستشفيات الحكوميه، سواء نقص في الاجهزه، نقص في الادويه، نقص في التخصصات، التقنيات بشكل عام، لاحظت اي شكل من اشكال السلبيات؟ انا تعاملت في حاله طارئه مع معهد ناصر، وصراحه الخدمه ممتازه والامكانيات ممتازه والاطباء عليهم ضغوط رهيبه نظرا لان هم اللي موجودين في الاوقات دي مستشفيات اخرى يا اما سيئه يا اما الدكاتره الكبار او اللي ممكن يتصرفوا مش موجودين. عشان كده انا بقترح انه الناس تبقى على مدار الساعه، يعني في جزء من الاطباء يروح من 8 ل 2، جزء من 2 ل 6 مثلا، يعني جزء من 6 ل 12 وهكذا. يعني اللي بيشتغل دكتور عارف كده انه بيشتغل 24 ساعه في اليوم او على مدار اليوم. استاذ حمدي سنرى الى اي مدى يمكن تطبيق هذا المقترح في الوقت الراهن، او هل هناك استراتيجيه معينه ربما توضع لتنفيذ هذا المقترح؟ ارجو ان تبقى معنا لننتقل الى الاستاذ محمد محسن، منسق لجنه الدفاع عن محمد حسن عفوا منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه. يعني استاذ محمد بعد التحيه، من وجهه نظرك ما هي اهم المعوقات التي تحول دون التطوير في منظومه عمل المستشفيات في مصر؟ لما نتكلم على المنظومة الصحية فلازم نتكلم يعني على مستوى الجمهورية كلها. أحد أهم المشاكل هي نقص الأطباء الفادح. يعني يكفي أن حضرتك تعرف أن في الصعيد 450 وحدة ريفية مغلقة لعدم وجود أطباء. يكفي أن حضرتك تعرف أن من حوالي أسبوعين لما كان مدير مستشفى الخنكة على الهواء في التلفزيون وبيسألوه على اللي ماتوا عنده في موجة الحر، فكان بيشتكي فبيقول لهم أنا عندي في المستشفى 1500 مريض، كيف يمكن أن أنا أعالج 1500 مريض وأنا ما عنديش غير 30 طبيب، وأن الحد الأدنى 100 طبيب. طبعا في رأينا ده ما يكفيش، وان هو طالب وزارة الصحة مرارا عبر السنين وما قالوش، ومع ذلك وزارة الصحة من حيث المبدأ بتنكر ان في نقص في الاطباء وبتقول مجرد سوء توزيع. في الحقيقة عدد الاطباء المصريين اللي بيعملوا في المملكة العربية السعودية تقريبا قد عددهم اللي بيعمل في مصر، لان احنا عندنا هيكل اجور طارد. تمام استاذ محمد، نحن عرضنا السلبية وعرضنا المعوق الرئيسي وربما الهام على مستوى المحافظات كافة، من وجهة نظرك ما هو الحل الأمثل والإيجابي والفعل على أرض الواقع في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد للوصول إلى حل أمثل في هذه الفترة؟ أنا رأيي أول نقطة في الحل هو تطبيق الدستور. الدستور بيقول ان يجب الا تقل ميزانيه الصحه على 3% من الناتج المحلي الاجمالي وترتفع تدريجيا حتى تصل للنسبه العالميه اللي هي بالمناسبه 6% من الناتج المحلي الاجمالي. استاذ محمد، واذا كان بالميزانيه عجز بالفعل، يعني كيف يمكن تدبير هذا الامر؟ كيف نصل الى حل خارج الصندوق؟ لا هو ما فيش عجز في الحقيقه، هي المساله كلها ترتيب اولويات. اللي حصل ان او يعني الحكومه قالت هتوصي، يعني طلبت مهله 3 سنين عشان توصل للنسب اللي في الدستور اللي هي 3% اللي لسه بعد ال3 سنين تبتدي تزيد تدريجيا، فالسنتين من الـ3. لما كانت الميزانيه بتاعت السنه دي بتعد قالت الحكومه ان احنا عندنا 2.2% في الميزانيه من الدخل المحلي الاجمالي للصحه، ما قالتش طبعا انها ما رفعتهاش في اول سنه خالص، ففي تاني سنه قالت هنرفعها ل 2.6%، ثم في السنه الجايه تبقى 3%. جت لما حاولت ترفعها ثم الميزانيه ردت للحكومه ثانيه لاعادتها، فالحيطه الواطيه دايما اللي بيتخفض نصيبها هي التعليم والصحه،
فالميزانيه بعد سنتين عفوا استاذ محمد هي زي قبل الثوره. عفوا عفوا استاذ محمد اسمح لي بالمقاطعه. نحن نشهد ونطلع على الميزانيه التي تعرض والموازنه العامه التي تعرض كل سنه قبل بعد ان يتم توقيعها، فنجد ان هناك رفع في موازنه التعليم فعليا ورفع في موازنه الصحه في حدود ما هو متاح كما ذكرت لسيادتكم، ولكن انت ذكرت ان المشكله هي في عدد توفير عدد من الاطباء، هل لدينا نقص داخلي في الكفاءات؟ عندنا نقص في الاطباء يقدر ب 50% في الاطباء كلهم كفاءات وغير كفاءات، وعندنا نقص في التمريض 70%، ودي يعني لو في فرصه كنت قلت لك المعدلات العالميه والمعدلات في مصر، وده نقص بالنسبه للدول اللي زينا مش الدول المتقدمه. اما بالنسبه للميزانيه، الميزانيه قلت ما زادتش يا استاذ، لان ده اصلا نسبه ارتفاع، الحكومه بتقول كنا بننفق كذا وبقينا بننفق كذا، فنسبه للميزانيه تلاقيه زي ما هو. طيب. نسبه للتضخم تلاقي ان نسبه الزياده اقل من نسبه التضخم المعلنه من البنك المركزي. طيب وفقا الانفاق على الصحه بيقل ما بيزيدش. تمام. طيب. لو وفقا وده مطلوب بالنسبه للاطباء عشان هيكل اجور ما يبقاش طارد ويخلي الدكاتره يسافروا. طب وفقا للظروف المطروحه وفقا للميزانيه الموضوعه بالفعل، هل لديك مقترح لمحاوله التحايل على هذه العقبه؟ طيب قول لي حضرتك دلوقتي اذا كان انت بيبقى عندك طريقه لان 30 طبيب يعالجوا 1500 بني ادم، هل ده ممكن؟ طب العلاج يا استاذ محمد تجيب اطباء، الاطباء بيتخرجوا التمريض، يعني حتى الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن مؤشرات الجوده، عن منع نقل العدوى داخل المستشفيات، عن الحاجات دي، في الحقيقه انا بحس بالكلام ده كانه بيتكلم في المريخ. طب لان من المعروف ان مؤشرات الجوده كلها تاتي بعد توفير البيزك ريكويرمنت، الاحتياجات الاساسيه. لما ما يبقاش عندك احتياجات اساسيه من ناحيه عدد كافي بالتبريد استاذ محمد نخرج لفاصل قصير وارجو ان تبقى معنا، فالمشكله بكل تاكيد لابد ان نصل الى مقترحات حيالها. ارجو ان تبقى معنا بعد الفاصل نعاود الحوار، وابقوا معنا مشاهدينا. خلينا ارحب بحضراتكم مجددا ونعاود المشاركه والمداخلات الهاتفيه، وكنا قبل الفاصل نتحدث مع الاستاذ محمد حسن منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه، ونستعرض مشكله تطوير العمل في المستشفيات واهم المعوقات التي تواجه هذه المستشفيات. نعود الى المداخله الهاتفيه والمشاركه مع الاستاذ محمد حسن منسق لجنه الدفاع عن الحق. يعني استاذ محمد كنا نتحدث قبل الفاصل عن ان الميزانيه لا تكفي، وانت رئيس احدى الجمعيات الحقوقيه في هذا المجال، من وجهه نظرك ما هو دور المجتمع المدني ورجال الاعمال للاسهام في مواجهه مثل هذه التحديات؟ في الحقيقه المجتمع المدني يقدر يقدم وبيقدم، يعني حضرتك بتشوف كميه التبرعات لمستشفى 57 او للمستشفيات الثانيه الخاصه والعامه والحاجات اللي بتشكلها. لكن لو حضرتك عايز تعالج عيوب جوهريه هقول لحضرتك على عيب خطير ظهر في الايام اللي فاتت، موجه الحر دي. موجه الحر حركت العقارب فخرجتها من جحورها كتير، ففي الصعيد انتشر لدغات العقرب كتير جدا، واعداد كبيره اصيبوا واعداد كبيره ماتت. ما فيش في كل الوحدات الريفيه والمستشفيات في الصعيد بص عقرب. طب بحث العقرب ده بيتصنع في مصر، ومصر اللي مخترعاه اصلا، بحث العقرب المصري، لماذا لم يتم توزيعه على جميع المستشفيات مجانا وده رعايه صحيه اوليه؟ قول لي يعني هل يمكن لاي قطاع خاص ان نعمل كده؟ او عايزين مثلا مليونير يقول الموضوع مش هيتكلف 5 أو 10 مليون جنيه، فانا هوزع على كل المستشفيات الوحدات الريفيه في الصعيد مصل عقرب؟ انت محتاج علاج هيكلي لوزاره الصحه اذا عايز تعالج العيوب الهيكليه في النظام الصحي. طيب استاذ محمد هذا ليس دفاعا عن الحكومه، وان كنا اصبحنا في وقت وفي نشهد نظاما يستعرض لنا كافه الجوانب بشفيه ووضوح،
ماذا عن محاولات هي مجرد محاولات وليست ثوابت يعتمد عليها لتلافي مثل هذه المخاطر، مثل هذه المفاجآت، الظروف البيئية وما إلى ذلك؟ هل رجال الأعمال في هذه المحافظات وفي هذه القرى والنجوع ومن يترشحون للبرلمان يقومون ويؤدون دورهم الوطني تجاه الدولة؟ أنا بس عايزة أحافظ على النقطة إن إحنا الشفافية والوضوح، وهقول لحضرتك على مثالين. يعني وزارة الصحة منذ الثورة حتى الآن وإحنا بنقول القوافل الطبية اللي معظمها بيتعمل بجوار المستشفيات ملهاش معنى، وبتاخد 200 مليون جنيه في السنة، يصرفوا الفلوس دي على إصلاح المستشفيات. إذن دعنا نستبدل السلبية بالتوجيه. إذن القوافل، إذا أنت ترى من وجهة نظرك وربما لا نعلم فلسفة مثل هذا الأمر، أنها تكلف الدولة كثيرا، هل تقترح أن تحول ميزانية القوافل إلى المستشفيات؟ أولا ده اقتراح مش مني لوحدي، ده نقابة الأطباء كلها مقترحات، ونقابة الأطباء أرسلت لوزارة الصحة طلب بأنها تعلن بنود توزيع ميزانية الصحة. الأرقام الوحيدة اللي بحوزتي وحوزة النقابة عن توزيع بعض الحاجات في بنود الصحة جاية من موقع وزارة المالية. أما وزارة الصحة فما صرحتش، فالنقابة طلبت الوزير مرارا ولم يرد، لدرجة أنها بعثته إنذار على يد محضر ان هو يحضر لنا ميزانيات تفصيليه. تمام استاذ محمد. استاذ محمد، هذا الاقتراح وصل، وارجو ان تبقى معنا لننتقل الى الدكتور محمد احمد عماد، عميد طب جامعه عين شمس سابقا. دكتور احمد، بعد التحيه كنا بصدد استعراض المعوقات والتحديات التي تواجه تطوير العمل بالمستشفيات. الاستاذ محمد حسن يرى ان هناك عجز في عدد الاطباء، يرى ان هناك عدد كبير مؤثر من الوحدات الصحيه مغلق. ما تعليقك على هذه المعوقات وكيف الوصول الى حلول ايجابيه؟ دكتور احمد، دكتور احمد، يبدو ان هناك صعوبه في التواصل. طب على كل حال نذهب عوده الى الاستاذ حمدي رمضان المواطن. استاذ حمدي، الاستاذ محمد حسن يرى ان الكثير من الوحدات الصحيه مغلقه، انها في حاجه الى ادويه وعلاج ومصل من نوع معين. هل ترى من وجهة نظرك أن على المجتمع المدني أو رجال الأعمال دور يمكن القيام به؟ أستاذ حمدي، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مشاركينا في الحلقة. على كل حال نشكر الأستاذ محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ونشكر الدكتور أحمد عماد، وكنا نتمنى التواصل معه لمعرفة كيفية علاج العجز في الأطباء، ونشكر الأستاذ حمدي رمضان. ونذهب مشاهدينا الكرام للتعرف على آرائكم والمزيد من المقترحات، والزميلة آلاء حامد، إليك آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل محمد، هناك تجاوب كبير مع موضوع الحلقة، فما زالت ترد إلينا حتى الآن أراء مشاهدينا حول هذا الموضوع. مجموعة جديدة من هذه الأراء نستعرضها سويا، ونبدأ مع عيد رجب. يقول: لتحسين منظومة الصحة في مصر يجب أولا تطوير المستشفيات ودعمها بكافة الإمكانيات اللازمة، وذلك قبل منظومة العمل. محمود عثمان يقول: تطوير منظومة العمل في البداية يحتاج إلى إيقاد الضمير لدى العاملين في القطاع الصحي، وكلما كانت هناك زيارات مفاجئة من وكلاء الوزارة وأيضا وزير الصحة وتشديد الرقابة، يساهم ذلك في تحسين العمل في المستشفيات. صديق البرنامج الدائم عويض عويضة يشكو من حال المستشفيات، ويقول: في البداية كل العاملين في مجال الصحة لابد أن يتحلوا بالإنسانية والأخلاق ومراعاة الضمير لراحة المرضى، فنحن نعاني من الإهمال الشديد في المستشفيات، وهو يشكو تحديدا إهمال كبير في
مستشفى البلينة العام من ناحية الخدمات الطبية والصحية وأيضا الخدمات الإدارية. أما عبدو الهلالي فيقترح بعض الخطوات لتحسين منظومة الصحة بشكل عام، منها وضع ميزانية كافية للمستشفيات للإنفاق على الصحة بوجه عام، ثانيا المتابعة المستمرة للمستشفيات وعدم الاعتماد على التقارير، وأيضا إنشاء جهاز إداري لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وجود عدد كافي من الأطباء والممرضين لمتابعة حالات المرضى، والاهتمام بمدارس ومعاهد التمريض بشكل خاص. ننتقل إلى مشاركة أخرى تؤكد على الرقابة من الرؤساء ووضع قواعد وقوانين مشددة على منظومة المستشفيات، وأيضا توفير الخدمات الطبية والإمكانيات في المستشفيات ووضع ضوابط لذلك. محمود الضوي يقول يمكن تطوير منظومة العمل في المستشفيات على أن تكون المنظومة متكاملة، وذلك بالتأكيد على الانضباط والالتزام والعمل بشكل مكثف في هذه الأماكن. إسلام محروس يقول يمكن تطوير العمل عن طريق وجود رعاية صحية كافية للمريض وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وأيضا الأدوية، وتطوير المستشفيات وزيادة الرقابة عليها وخاصة التأمين الصحي لتوفير قدر كافي من الرعاية خاصة لمحدودي الدخل والفقراء. عوض محمود يقول عندما نذهب إلى أي مستشفى خارج مصر نجد الدكتور المصري أو أي فرد من الجهاز الطبي الذي في المكان يحاسب على كل عمل يقوم به، وتطبيق رقابة شديدة على العاملين في هذه الأماكن. إذن فهو يطالب هنا أيضا بتشديد الرقابة على المستشفيات بشكل عام وتطبيق القوانين الصارمة. إذن محمد كانت هذه مجموعة أخرى من مشاركات مشاهدينا حول موضوع الحلقة. نشكر كل من شاركنا بالرأي، وما زلنا ننتظر المزيد من المشاركات، ربما نعود مرة أخرى لاستكمالها معكم، ولكن الآن عودة لآراء الخبراء والمتخصصين مع محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك الزميلة آلاء حامد، وأشكر مشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم الآراء كانت تدور حول الاهتمام بالأطباء، بالتدريب، بالتقنيات، وضع الضوابط وتطبيق نظام الثواب والعقاب، أيضا توفير الأدوية بمختلف الاحتياجات وفي مختلف المواقع الهامة. كل هذه المقترحات سنعرضها على المتخصصين. نتواصل مع المشاركات الهاتفية، وسيكون معنا على الهاتف مشاهدينا الأستاذ محمد حسن منسق لجنة الدفاع ربما، والدكتورة هالة حسين مديرة شركة خدمة نقل الدم، والأستاذ نورهان أشرف مواطنة. نبدأ مع الدكتورة هالة حسين مديرة شركة خدمات نقل الدم. دكتورة هالة بعد التحية، وأنت مديرة شركات المعنية بمسألة نقل الدم والمصل واللقاح وما إلى ذلك، هناك شكوى من أن بعض أنواع أو بعض أشكال من الأمصال ربما إذا جاز التعبير لا تتوفر في محافظات، في بعض النجوع، في بعض القرى. في رأيك ما الحل لهذه المشكلة؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين. بس هو انا بس لسه صحيح، انا ماسكه شركه خدمات نقل الدم مش الامصار. الامصار هي شركه شقيقه، لكن انا ممكن اكلم حضرتك عن خدمات نقل الدم. نتكلم عن خدمات نقل الدم، وايضا هناك احيانا نتعرف على ان هناك عجز في بعض الاماكن. شركه شقيقه، لا هي شركه شقيقه، لكن الحمد لله كان في عجز في فترات سابقه، لكن اعتقد دكتور نبيل الببلاوي موفر دلوقتي، اللي هو رئيس شركه الامصار، تقريبا كل احتياجات وزارة الصحة متوفرة اعتقد 19 شهور قدام، ده على حد معلوماتي منه شخصيا. بالنسبة لخدمات نقل الدم، احنا الحقيقة شركة خدمية، احنا اول شركة مرخصة واخدة بنك دم في مصر، والحمد لله عندنا حملات نقل الدم. بيبقى فيه بس النقص بيبقى فيه في الفصائل النادرة، لكن الفصائل الثانيه كلها موجوده ومتوفره، واللي بيجي بيقدر يلاقي كيس الدم بتاعه. هل من وسيله دكتوره للتغلب على هذا النقص في بعض الفصائل؟ طبعا لازم في توعيه، لان هو الحقيقه المتبرع ما عندوش الوعي الكافي بموضوع التبرع بالدم، والناس كتير قوي بتبقى خايفه. طيب. خايفه لان في ناس بتجمع دم بطريقه مش مظبوطه، خايفه لان في ناس بتجمع دم. الموضوع هام جدا يا دكتوره، ولنا جوانب كثيره متعدده للنقاش، ولكن ارجو من سيادتك ان تبقينا معنا نستعرض هذا التقرير، هذه الاراء من الشارع المصري، نتعرف على اهم المشكلات حول هذه القضيه تحديدا، ثم نعاود حوارنا ونستفسر عن الكثير من المعوقات، فارجو ان تبقي معنا.
اللي انا شايفاه ان المستشفيات المفروض وزير الصحه يراجع المستشفيات الاول ويخشها ويعمل يعني يخش مفاجاه على المستشفى وبعدين يشوف ايه اللي ناقصها، يشوف معاملتهم للناس ايه الاول وبعد كده يطالب الناس باللي هو ناقص المستشفيات. والله هي ليها كذا محور، محور طبعا لازم يبقى فيه من خلال الاعلام في توعيه. نمرة اتنين تتوجد الطريقة اللي يبقى فيه يعني ايه، يعني المواطن لو حس ان هو لما بيحتاج الدم بيلاقيه اكيد هو بالتالي لما هيكون مش محتاجها هيتبرع. وزارة الصحة تؤهل المستشفيات ان الادوات اللي بيتم التبرع بيها تكون معقمة، لان معظم الناس بتخاف تتبرع لاجلها امراض او التلوث، ويكون برضو كاس الدم تكون معقمة عشان الناس اللي بيتبرع لها تم التبرع بيها للدم تكون واثقه ان الدم اللي هينتقل لها مش ملوث او هيجيب لها اي امراض. وزاره الصحه تبعت مندوبين من عندها مثلا للمدارس للجامعات توعي الطلبه هناك باهميه ان هم يتبرعوا بالدم، ان دي حاجه مش مضره ليهم، بالعكس دي حاجه هتفيدهم هتجدد خلاياهم، وان هم كمان هيفيدوا ناس مريضه، يعني بيخدموا حاجه، بيخدموا نفسهم وفي نفس الوقت ويقدموا خدمه للناس. دور وزاره الصحه هنا الدكاتره المتخصصين في ابحاث الدم بالذات المفروض ان هم يوجهوا الشباب اولا اللي هيقدر يتبرع، هم الشباب، اما ناس كبار السن صعب ان هم ممكن بيبقى عندهم امراض مزمنه فصعب ان هم يتبرعوا، فيوجهوا الشباب ويعرفوا الشباب ان التبرع بالدم لا تجديد لخلايا الدم والحاجات دي. طبعا هم الناس اصحاب الدكاتره دول يفهموا في الحاجات دي احسن مننا، هم متخصصين، فيشجعوا الشباب على التبرع بالدم. أرحب بحضرتكم مجددا، وكنا قبل نتعرف على رأي الشارع المصري وما هي أهم المطالب لتطوير منظومة العلاج من المستشفيات الحكومية. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة هالة حسين. دكتورة هالة نعتذر على الانتظار، ولكن لاحظنا من خلال ما تعرفنا عليه من آراء المواطنين، لاحظنا أن هناك اهتمام وتركيز من المواطن على المطالبة بتأمين مسألة التبرع بالدم أو أساليبه أو طرق الاحتفاظ به حتى إذا محتاجه المواطن يستطيع أن يطمئن لاستخدامه. هل هناك إجراءات تأمينية كافية في عملية التبرع أو عملية المنح والإعطاء لهذا الدم؟ طبعا حضرتك احنا حابة نطمن المتبرع أو المواطن أو المريض حتى اللي بيتلقى كيس الدم أنه بيمر بمراحل تأمينية كبيرة جدا، بدءا من صحة المتبرع اللي بنطمن عليها حاجة مبدئية كده في الأول من الكشف المبدئي، ضغطه وسكر وقلب، وبعد كده الكيس ده بيجي بيدخل على مراحل الكشف على فيروسات، يعني بيدخل على المعامل عشان نتأكد انه خالي تماما من اي فيروسات، فيروس سي فيروس بي والايد والسيفاليس، لازم الاربعة دول يبقى امن منهم. هل كل هذه الخطوات تتم في مثلا عربات المتنقلة؟ لا يا فندم، لا 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 يا فندم، العربات المتنقلة بتاخد بس الكيس زي ما هو كده وبتجيبهولي على المعامل عندي في الشركة وتبدأ العملية دي جوه المعامل. تمام. أنا ما أقدرش أتحقق من الكلام ده كله لأن حياتك دي بتدخل على أجهزة فحص فيروسات، أجهزة ليها تقنية عالية، وبعد كده بتتم عملية فحص تاني وثالث ومراجعة على ثلاث مراحل. طب قبل أن تقل عشان يوصل الكيس آمن بس لل، وفي طبعا يعني تيم من الجودة بينزل يراقب على حملات جمع الدم، وفي تيم من الجودة بينزل يراقب على المعامل، ولو في أي حاجة يمكن تروح بنعدم الحملة كلها لو في شك واحد. دكتورة قبل أن ننتقل إلى جانب التوعية، هل الحملات التي تذهب للحصول على التبرع بالدم سواء على مستوى المدارس أو الجامعات هل تقوم بإجراء فحص أو كشف دقيق أو محدد لتحديد قدرة التلميذ أو الطالب الجامعي أو الموظف في مؤسسة ما على التبرع بالدم؟ طبعا يا فندم لازم الأول لا, لا لا يا فندم، هو أولا التبرع بالدم جدا، لأن لو تبرع يقدر الشخص يتبرع بالدم أربع مرات في سنة كل ثلاث شهور، يقدر يتبرع بالبلازما، وده جزء من الدم حوالي 24 مرة في السنة، ودي حاجة بالعكس بتجدد خلايا الدم، بس هي المشكلة إن إحنا ما عندناش توعية. طبعا. والناس للأسف بتيجي تحجم عن التبرع، بتقول لك الناس بتاخد مننا كيس ببلاش وتبيعه. لا، هو مش كيس ببلاش وببيعه، ده انا الكيس ده بطلع له عربية فيها ممرضات وثلاجات وتبريد وطبيب وأدوات، وبيجي بعد كده يتفحص عندي انا، نفس الباج اللي بجمع فيها الدم دي بتيجي بعملة صعبة من بره،
التحاليل والشرايح اللي بيتحلل عليها الفيروسات دي برضو بنستوردها من الخارج. يعني في تكلفة بعد ما باخده، وممكن بعد كده لو حامل فيروس بعدمه، يعني بتكلف كمان تكلفة اعدامه وابقى خسرت كل اللي انا عملته عليه. تمام دكتورة، اذا هذا المشكلة هي مسألة التوعية، والتوعية في مختلف المجالات سواء للمتبرعين او المتلقين بشكل عام، وسنعاود البحث في هذه النقطة، ولكن ارجو ان تبقي معنا. نذهب الى الاستاذة نورهان اشرف المواطنة. يعني استاذة نورهان، بعد التحية، كنا نتعرف على اهم المشكلات التي تواجه عملية التطوير في المستشفيات. من وجهة نظرك، ما هي الحلول في ظل الإمكانيات المتاحة لتطوير العمل بالمستشفيات الحكومية؟ أهلا بحضرتك الأول. أهلا بك يا فندم. أنا بس عايز أقول حاجة، هو الموضوع متعلق برضو بمسألة تانية، مسألة الضمير، يعني الضمير عند الدكاترة، الضمير عند المنظومة كلها. وحاجة كمان، بيتكلموا عن زيادة المرتبات بتاعة الأطباء والكادر والحاجات دي. أنا عايز أقول حاجة، طب ما هم حتى لو بياخدوا كل شهر 10,000 جنيه، طب فين الاساليب، فين الادوات بتاعه العلاج، فين المستشفيات، الادوات النقص اللي فيها كلها. انا عايز اقول ان مستشفيات الحكومه اعتقد اللي داخلها سليم ممكن يمرض. تفسير هذه يعني الكلمه، هي هذا التعبير ربما شائع، تفسير هذا التعبير تحديدا من وجهه نظرك، كيف مرض، سبب ومصدره؟ هل اجهزه، تقنيات، نقص تدريب، خبرات، نقص في الاطباء، نقص في الدواء، ما الى ذلك؟ حتى في النظافه، يعني انت ممكن تدخل من المنظر بتاع المستشفى لوحده والمرضى تلاقيهم، يعني تدخل القصر العيني فعلا موجودين على يعني موجودين بره من اول المستشفى كده، تلاقي حد متركب له كانيلا وقاعد وبره في المستشفى. تمام استاذه نورهان، تعرفنا على السلبيات وهي مطروحه ومعلنه لدى الجميع، لنفكر خارج الصندوق، ما الحلول في ظل الامكانيات المتوفره؟ كل فرد كيف يقوم ويؤدي بدوره؟ الحكومه، ما المطلوب منها؟ المواطن، رجال الاعمال، ما الحلول والمقترحات؟ الحكومه المفروض ان احنا في اول السنه قالوا ان وزاره الصحه بتقول ان هي هتجهز حوالي 389 مستشفى على مستوى الجمهوريه كلها، وهيكلفوها 280 مليون جنيه. والكلام ده احنا مش شايفين منه اي حاجه بتحصل على ارض الواقع، يعني اللي يروح اي مستشفى ما يحسش ان في تطورات، بالنسبه بيحس ان الموضوع بيزداد سوء، مش بيبقى كويس. طب حاجه كمان، احنا عفوا دعيني ارد غيبه الحكومه، ليس دفاعا، ولكن اذا افترضنا وقلنا هناك مستشفى بالفعل تم تسليمها، من الذي يفسدها بعد ذلك؟ من المسؤول عن مساله النظافه؟ من المسؤول عن مساله استقبال المريض؟ هل اصبحنا في زمن او في وقت نحتاج فيه ان يمر كل وزير متخصص على هيئاته ومؤسساته يوميا حتى ينتظم العلاج، حتى ينتظم الامر، حتى تتم مواجهه التحديات والمعوقات، ام من المعني تحديدا؟ تفضل. عفوا المقاطعه، بس لازم يبقى جوه كل واحد مسؤوليه تجاه العمل اللي هو بيأديه وضميره والقسم اللي هو اقسمه كطبيب، ويبقى بيحافظ على المهنه بتاعته، بيحافظ على المرضى بتوعه في النظافه، عملاء النظافه لازم هم يبقوا عارفين يعني واجبهم ازاي المفروض يعملوه، يحطوا نفسهم مكان هم نفسهم بيتاذوا، ساعات بنلاقي العدوى بتتنقل لهم هم. يعني هم طبعا. نفسهم تمام. يعني هم ساعات من اهمالهم تجاه المستشفى هم نفسهم بيتاذوا. تمام. فهم لو يفكروا كويس ان هم كمان هيتاذوا هيراعوا ربنا في الموضوع ده. تمام استاذه اتفضلي يا فندم. فانا بقول، وكمان التمريض والاطباء قليلين جدا على فكره، احنا بنلاقيهم بيقولوا كليات الطب لا احنا عايزين نقلل العدد، لا الاعداد كبيره، لا ما فيش زي ما هم بيقولوا. ساعات بنروح الاستقبال بنلاقي الدكتور يا اما بيصحوا من النوم يا اما ما فيش دكاتره. تمام. ده كتير بيحصل يعني. اتمنى اتفضلي يا فندم. لا خلاص تمام كده، بس انا ارجو ان تبقي معنا، الموضوع مستمر ومتواصل، ولكن نعود الى الدكتوره هاله حسين مديره شركه خدمات نقل الدم. دكتوره، وانت في المجال واقعيا، مشكله التوعيه، انت اوضحتي اهميه وعمليه نقل الدم وعمليه التوعيه والخطوات التي تتخذ لتامين عمليه نقل الدم. لننظر الى المشكله بشكل عام، من وجهه نظرك هل هناك تفكير وحلول خارج الصندوق لتطوير منظومه المستشفيات الحكوميه في مصر بشكل عام كمواطنة وكطبيبة متخصصة؟ كمواطنة أنا سمعت الأستاذة نورهان، هي طبعا عندها محقة في حاجات كتير جدا. المشكلة عندنا بتبقى مشكلتين، مشكلة مادية أو العجز في التوليدات، يعني إحنا كشركة خدمات الدم مثلا
شركة مديونة من أيام ما كانت هيئة تبع وزارة الصحة. ففي عندنا مشكلة في المرتبات، عندنا مشكلة في حاجات كتير، لكن خلينا أبص للنقطة اللي هي قالت عليها، النظافة. النظافة يا فندم مش بفلوس، النظافة ده مش بفلوس، النظافة دي طابع بشر. يعني الإدارة هي اللي تخلي الحاجة نظيفة. يعني ممكن حضرتك يبقى الإمكانيات ضعيفة، لكن على الأقل باللي موجود نعتني بالنظافة ومكافحة العدوى. وده فعلا اللي احنا عاملينه شركة خدمات نقل الدم، ان احنا الحقيقة بنستفيد من البرنامج بتاع مكافحة العدوى بتاع وزارة الصحة. في برامج كتيرة، بس هي بس احنا نوصل ونجيبها ونحافظ عليها. تمام دكتورة. إداريا كل واحد مسؤول عن القطاع بتاعه، عن المكان بتاعه، هو بيحافظ عليه. يعني حياتك احنا عندنا وحدة لعلاج الهيموفيليا والثلاسيميا اللي هي مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط، مرض النسل. الوحدة دي وحدة علاجية فيها قرارات علاج على نفقة الدولة. صحيح هي وحدة صغيرة بإمكانياتها، لكن احنا إلى حد هي خطوة تعد ربما في لا هي حضرتك لازم تبقى نظيفة ومطابقة لمكافحة العدوى 100% مثال طلع كل أوضة. ما هي خطوة كما ذكرت، وربما إنما هي حقها كمواطن، حقها كمريض يوصلها خدمة نظيفة، يوصلها توعية بمكافحة العدوى، يوصلهم خدمة، يقعد على ملاية نظيفة. تمام. يبقى الممرضة اللي واقفة قدامه بتتبع كل أساليب مكافحة العدوى، وده بيتم بالرقابة والإدارة. إنما حياتك الإمكانيات والفلوس دي مشكلة البلد كلها. تمام يا دكتورة، أرجو أن تبقينا معنا. نعود إلى الأستاذ محمد حسن، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة. يا أستاذ محمد، في الثواني المتبقية في روشتة خطوات 1 2 3، كيف نتغلب على اقتصاديات تطوير المنظومة في المستشفيات؟ هقول لحضرتك، احنا عندنا في مصر عدد الأسرة بتاعت المستشفيات كلها عامة وخاصة 130. عفوا يا فندم، عفوا، انا كنت اود ان استكمل مع حضرتك الحلول والنقاط العلاج، ولكن الوقت للاسف داهمنا. بكل تاكيد اشكرك، سنتواصل، سنمد هذا الموضوع لاكثر من حلقه. ونشكر في النهايه استاذ محمد حسن المنسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه، والدكتوره هاله حسين مدير شركه خدمات نقل الدم، والاستاذه نورهان اشرف المواطنه. مشاهدينا نشكركم جميعا على المشاركه. هذا الموضوع يمتد لحلقات متواصله ومتعدده، وبكل تاكيد سنسلط الضوء عليه. نشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة.